يعني انا ممكن من الناس مش خوف منها، انا ممكن من لست من هواة ان انا ادخل على المواقع دي ولا على الفيسبوك، ولا ان انا بثق بشكل كبير قوي على الحاجات اللي ممكن تبث لو انا عايزه اخد معلومات. بحس ان في كتير منها مش صحيح وغير حقيقي وغير معلومات موثقة، وغير الا بقى لو داخله على مصدر انا عارفاه، يعني حد من المصادر الموثوقه اللي انا اشوف شايفاه يعني صوت وصوره اقدر ادخل عليه واخد منه المعلومه. فطبعا المساله بتبقى محتاجه بذل كبير من المجهود عشان تقدر تصل اللي انت عايزه. اتكلمت مع حضراتكم في الحلقات اللي فات، حلقتين اللي فاتت، ان هو بدات فيه دعاوى كتير، زي ما بنشوف الدعاوى اللي هي بدات يتراشقوا بيها كل من الجنسين، ايضا دلوقتي الدعاوى التانيه اللي هي ازاي يبقى فيه حريه للمراه، وازاي ندخل من خلال الحريه دي لعقول السيدات والفتيات والبنات والمراهقات. وكلمت مع حضراتكم في الحلقه اللي فاتت دي، قلت احنا عايزين نعرض يعني نعمل حلقه عن الموضوع ده ونشوف مدى خطورته. في حاجات ممكن حتى بدانا نشوفها مؤخرا بقت سهله جدا. على فكره لو احنا بصينا هنلاقي في دعاوى زي كده من زمان، لكن زي ما بقول لكم هو يعني الانتشار الاسرع والاخطر بقى من خلال الانترنت، بقى هو ده اللي ممكن تحس قوي باي صدى لاي حمله من الحملات. كان في حملات كتيره جدا بتطلع كده وبتنتهي لان ما فيش عندك الاليات السريعه للانتشار زي انتشار النار في الهشيم كده، زي ما بيقولوا يعني. فلما شفنا الدعاوى الاخرانيه اللي هي زي حريه المراه والحريه الجنسيه والحريه والسنجل ماذر وكل الحاجات اللي احنا شفناها مؤخرا دي، وبدات معاها دعاوى اخرى لخلع الحجاب. هي زي ما قلت لحضراتكم، في لو اي سيده يعني ان كانت محجبه وقلعت الحجاب، الله اعلم بظروفها، وممكن تكون في لحظه ضعف، وربنا يعني يعافينا ويعافيها ان شاء الله، يعني ربنا يكرمها تاني وتلبسه تاني، ودي حريتها اللي هي بينها وبين ربنا، وتقدر تعمل ايه. زي مثلا حد بيصلي وينقطع عن الصلاه ويرجع تاني، ده امر بينها وبين الله. ولكن لما تصل الموضوع ان انا اخلع الحجاب واجهر بالفسق، وان انا يكون ده بالنسبه لي مثال كاني بقى امثل الحريه لاي حد من الفتيات او السيدات اللي هم عندهم بعض الضعف البشري العادي، ممكن يتاثر بيها ازاي؟ ممكن تقول لك انا ما دعيتش حد ان هو يقلع الحجاب، وما قلتش لاي سيده تقلع الحجاب، انا عملتها، ولكن ممكن تكون هي وسيله او دعايه غير مباشره لقلع الحجاب، وان هم يعملوا صفحه على ان هم دلوقتي عاملين ده، وان فيها شيء من الحريه. هي حريتك الشخصيه اه صحيح، ولكن بتعملي بشكل غير مباشر ان انت تبيني قد ايه لاي فتاه هي لابسه الحجاب وحاسه انها متردده او ان هي ضعيفه بشكل او باخر ان هي تقلعه. عشان كده هتلاحظوا الفتره الاخيره بقت في نسبه كبيره من بنات وفتيات وسيدات بدأوا يخلعوا الحجاب، وكانوا يعني كانت في محاولة لأن يكون ده نوع من الظاهرة، أن تكون في ظاهرة لخلع الحجاب في مصر بشكل خاص والدول العربية. ولكن في كتير من السيدات والفتيات ملتزمات، ربنا يبارك فيهم يا رب ويثبتهم ويثبتنا جميعا. هي القضية لما قلنا لما تصل للحد ده، يعني تصل لحد الدعوة، ففي لازم يكون في وقفة، لازم يكون في يعني ان احنا نرد على ده ازاي.